قم بعملية الضرب وتبسيط الإجابة على صورة عدد نسبي وحدد المجال. دعونا نضربها، أو قبل القيام بعملية التبسيط دعونا نلقي نظرة على المجال. هذا يساوي إذا قمنا بضرب البسط A تربيع ناقص 4 ضرب A زائد 1، كل هذا مقسوما على مضروب المقامات A تربيع ناقص 1 ضرب A زائد 2 A زائد 2. الآن A تربيع ناقص 4 و A تربيع ناقص 1 تبدو مألوفة لدينا، إنهما اختلاف المربعات، أي نوع خاص من المعادلة ذات الحدين والتي أتمنى أنك ستعرفها فورا. يكون الشكل العام لهذه المعادلة A تربيع ناقص B تربيع اختلاف المربعات، ودائما يساوي A زائد B ضرب A ناقص B. يمكننا استخراج العامل A تربيع ناقص 4 كما يمكننا استخراج العامل A تربيع ناقص 1، وهذا سيساعدنا في تبسيط العبارة أو في تبسيط النسبة. هذا الجزء العلوي يمكن أن نستخرج منه العامل A تربيع ناقص 4 كالتالي، A زائد 2 و 2 تربيع يساوي 4 ضرب A ناقص 2، وهذا مضروبا ب A زائد 1 ضرب A زائد 1. ثم في المقام يمكن استخراج العامل A تربيع ناقص 1 A تربيع ناقص 1. دعوني استخدم لونا آخر لهذا. A تربيع ناقص 1 يمكن كتابتها على هذا النحو: A زائد 1 ضرب A ناقص 1. وإذا رغبت أن تقول لماذا ينجح هذا، فقط اضربها بها وسترى هذا. عندما تضرب هذان وتحصل على هذا المقدار، ثم لدينا في المقام أيضا A زائد 2، لدينا أيضا A زائد 2، نقوم بضربها ونستخرج العامل من البسط ومن المقام أيضا. دعونا نعيد الترتيب. مثلا إذا كان هذا البسط سنضع A زائد 2 أولا في كل من البسط والمقام، بالتالي نحصل على A زائد 2 في البسط، وفي المقام أيضا سنحصل على A زائد 2، وسننتبه من A زائد 2 الموجودة في البسط فهي الوحيدة المشتركة. إذن في البسط لدينا أيضا A ناقص 2، وفي الواقع لدينا A زائد 1. دعوني أكتب هذا هنا: A زائد 1 لدينا في البسط، ولدينا أيضا A زائد 1 في المقام، ولدينا في البسط A ناقص 2، وفي المقام لدينا A ناقص 1. فكل ما فعلته هو أنني أعدت الترتيب في البسط والمقام. فإذا كان لدينا عبارة أو عبارة مشابهة، أي إذا كانت العبارة موجودة في كلاهما، أقوم بكتابتهما فوق بعضهما. الآن وقبل أن نقوم بالتبسيط، هذا هو الوقت المناسب لنفكر في المجال، أو نفكر في قيم غير الموجودة في المجال، أي هي القيم التي تضعف العبارة أو تجعلها عبارة غير معرفة، كما رأينا من قبل قيم A التي تجعل المقام يساوي صفر. إذن قيم A التي تجعل المقام يساوي صفر هي A تساوي ناقص 2، فيمكن أن نقول أو يمكن أن نجد قيمة A زائد 2 يساوي صفر، أو A تساوي ناقص 2. A زائد 1 يساوي صفر، عندما نطرح واحد من كلا طرفين A ستكون قيمتها ناقص 1، أو أن A ناقص 1 يساوي صفر، نضيف واحد لكلا الطرفين فنحصل على A تساوي 1. علينا أن نضيف لهذه العبارة القيد الذي يجعل A لا تساوي ناقص 2 ناقص 1 أو 1. إذن A لا تساوي ناقص 2 أو ناقص 1 أو 1، بالتالي يمكن لـ A أن تكون أي عدد حقيقي باستثناء هذه الأعداد.
هكذا نحن نقوم بتحديد المجال، ويكون تحديد المجال بإعطاء كل القيم الممكنة باستثناء هذه الأعداد. لذلك علينا أن نضيف هذا التحذير الصغير. والآن وقد انتهينا من هذه النقطة، يمكننا أن نستخرج العامل. لدينا A زائد 2 على A زائد 2، ونحن نعلم أن A لن تساوي ناقص 2، سيكون هذا المقدار معرفا عندما نقسم عدد ما على نفسه، سيكون الناتج يساوي 1. ونفس الشيء بالنسبة لي، A زائد 1 على A زائد 1 سيكون الناتج 1، وكل ما سيتبقى لدينا هو A ناقص 2 مقسوما على A ناقص 1. إذن النسبة المبسطة هي A ناقص 2 على A ناقص 1، مع القيد الذي يفيد أن A لا تساوي ناقص 2 ناقص 1 أو 1. ربما ستقول ما الخطأ إذا كانت تساوي على سبيل المثال ناقص 1، ناقص 1 ناقص 1 يساوي ناقص 2، سيكون معرفا. لكن حتى تكون هذه العبارة نفس هذه العبارة هنا، فعليها إذن أن تحتوي على نفس القيود وأن تحتوي على نفس المجال، فلا يمكن أن تكون معرفة عند ناقص 1 إذا كانت قيمة هذا أيضا غير معرفة عند ناقص 1. ولهذا يجب التأكد من أن القيود التي نتعامل معها في العبارة نفسها وليست التي قريبة منها.